استقال الرئيس الهارب، جزء يسير من مطالب الشارع يتحقق، لكن البلاد ما زالت معلقة بين السلطة الانتقالية والشعب. أعين السريلانكيين تتجه الآن إلى البرلمان حيث سينتخب الرئيس الجديد. أما الشارع المبتهج برحيل راجاباسكا ينتظر أكثر من ذلك، مشهد ربما سيطول لا سيما في ظل مطالب شعبية تبدو بعيدة المنال. سقف المطالب يطال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغا الذي بات رئيسا بالوكالة، فهو حليف راجاباسكا، واحتمالية انتخابه رئيسا للبلاد واردة بما أن الحزب الحاكم يسيطر على أغلبية البرلمان. نحتج منذ 100 يوم تقريبا وحققنا ما نريده الآن، لكن هناك المزيد ليتغير وسنواصل الاحتجاج حتى تشكيل حكومة واضحة. نحن بحاجة لتغيير الدستور، نريد أن نقول كلمة لا للسياسيين الفاسدين والحكومة الفاسدة، نريد كلمة تساعد الناس. هناك بعض السياسيين القدامى الفاسدين، حان الوقت الآن لإرسالهم إلى ديارهم وأعطاء فرصة لجيل الشباب في أسرع وقت ممكن. هؤلاء السياسيون قسموا الناس حسب دينهم بعد أن أطلقنا على أنفسنا نحن سريلانكيون ولسنا بوذيين ومسيحيين ومسلمين. أسبوع حاسم في عمر البلاد، من المقرر أن ينتخب فيه رئيس جديد لبلد يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة لا زالت تضغط على الشعب. غسان بلوز، الحدث، كولومبو.